الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نبدأ على رحمة الله تعالى في الحصة الجديدة من سورة سبأ من الآية 15 إلى الآية رقم 23 في نفس السورة. إلى الآية رقم 15 من سورة سبأ إلى الآية رقم 23 في نفس السورة. نبدأ على رحمة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء ذلك جزيناهم بما
Yeah.
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه
السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم ظهير. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما وربك على كل شيء قدير.